ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور مختار، بعد التحية، دعم مصري للأطراف الليبية من أجل الوصول إلى الانتخابات وإنهاء الأزمة، كيف ترى أهمية هذا الدعم وكيف سيعمل على حل الأزمة الليبية؟ يعني تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. خلينا أقول لك اجتماع الستة زائد ستة اللي هم الأول كان الخمسة زائد خمسة داخل الساحة الليبية لوضع الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مسألة مهمة، ومسألة التوافق حوالين البنود أو الأطر الأساسية للشروط الواجب توافرها بالنسبة لأعضاء البرلمان أو المرشحين للانتخابات الرئاسية مسألة أيضا مهمة جدا. لكن يتبقى العنصر الأهم، هو من سوف يقود المرحلة الانتقالية داخل الساحة الليبية، خصوصا في ظل خلاف ما بين حكومة موجودة في الغرب عبد الحميد الدبيبة وما بين حكومة في الشرق فتحي بشأغة، رغم أنه هناك يعني تعليق لهذه الحكومة وإيكال هذه الحكومة إلى وزير مالية فتحي بشأغة. فأنت عندك إشكالية، الإشكالية في داخل الساحة الليبية مش التوافق حوالين القاعدة الدستورية أو الدستور الليبي والاستفتاء عليه أو القاعدة اللي هتسير المرحلة الانتقالية، الإشكالية من سوف يقود المرحلة الانتقالية داخل الساحة الليبية، أي من الحكومتين هو اللي هيمارس العملية الانتخابية ويكون رقيب عليها وعلى الأدوات الخاصة بها. ده سؤال ملح للغاية، وده السؤال اللي عطل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر السابق، وخصوصا في ظل يعني تطاحن ما بين الشخصيات السياسية المتصارعة داخل الساحة الليبية. نعم، إذا دكتور مختار، يعني ما هو المطلوب من الأطراف الليبية لاستغلال هذه الفرصة الآن من عمل اللجنة 6 زائد 6 لإنجاز قوانين الانتخابات؟ يعني كيف يمكن استغلال هذه الفرصة لإجراء الانتخابات والاستقرار في ليبيا قريبا؟ سؤال مهم جدا. يعني بعيدا عن قوانين الانتخابية أو المفوضية العليا للانتخابات داخل الساحة الليبية أو القاعدة الدستورية اللي على أساسها تجرى الانتخابات بشروطها وبنودها، دي ما فيش خلاف عليها أصلا، وما كانش في خلاف عليها على فكرة قبل كده، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية اللي كان المفترض أن تعقد في 24 ديسمبر. أنت الإشكالية اللي عندك، ودي إشكالية أساسية، من هي الحكومة التي سوف تقود المرحلة الانتقالية في ظل حكومة للدبيبة وفي ظل حكومة لوزير مالية فتحي بشأغة، الحكومة اللي أقرها البرلمان الليبي؟ ده سؤال مهم جدا. كان مفترض من الستة زائد ستة، وهو في ظل التوافق حوالين القاعدة الدستورية أو الشروط اللي على أساسها تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن يقول لي أن دي مرحلة انتقالية مدتها سنة، خلال هذه السنة تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، يقود هذه المرحلة حكومة انتقالية مكونة من فلان وعضوية فلان وفلان وفلان. الجزئية دي الجزئية الهامة اللي مفترض أن تحسم داخل الساحة الليبية عشان نستطيع أن احنا ننهي المرحلة الانتقالية. وجزئية تانية مكملة ليها هي آليات التعامل مع المرتزقة الموجودين على الأرض ومع الميليشيات المسلحة اللي موجودة على الأرض، وهي تخدم على الشخصيات السياسية الموجودة داخل الساحة الليبية. فعندك عائقين مهمين بعيدا عن التوافق حوالين القاعدة. العائق الأول هي الحكومة التي سوف تقود المرحلة الانتقالية، العائق الثاني آليات التعامل مع الميليشيات المسلحة على الأرض والمرتزقة الموجودة داخل الساحة الليبية. من هي الأطراف التي تستطيع الضغط على ليبيا يعني أن تتوافق هذه الأطراف المختلفة لتقديم حل ليبي كما يطالب به الجميع؟ شوفي، عبد الله باتيلي المندوب الأممي قال إن الإشكالية اللي موجودة داخل الساحة الليبية هي كثرة تحديد المواعيد. الجزئية الثانية الحكومات الانتقالية المتعاقبة أو المتتابعة، لأنك أنت أمام حكومة تنتقل إلى حكومة أخرى وهكذا، ودي إشكالية اتكلم فيها عبد الله باتيلي صراحة. وعبد الله باتيلي قال كمان إنه مرتزقة كشركة فاغنر الروسية أصبحت مؤثرة على حقيقة الصراع الموجود داخل الساحة الليبية، ولابد أن يكون هناك آلية للتعامل معاه. أنا متصور إنه بعيدا عن الرؤية الأممية، وهي رؤية قد يرى من خلالها أن تذهب هاتين الحكومتين وتأتي بحكومة أخرى تقود المرحلة الانتقالية وتكون قادرة على ذلك، لكن طالما الستة زائد ست وهم ممثلين للشرق والغرب،
يبقى واجب أن يكون هناك توافق ما بينهم عن أي من الحكومتين سوف تقود المرحلة الانتقالية. هل هيرتضى بالدبيبة هو من يقود المرحلة الانتقالية؟ طب الحكومة اللي كونها فتح بشاغة ثم علق هذه الحكومة وأوكل إليها وزير ماليته هو اللي هيقود المرحلة الانتقالية، ولا تذهب هاتين الحكومتين ويؤتى بحكومة أخرى برئاسة شخصية سياسية موجودة داخل الساحة الليبية ليس لها حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقود المرحلة الانتقالية؟ أنا متصور إن ده السؤال الصعب ومطلوب الإجابة عليه من الستة زائد ستة، ومطلوب الإجابة عليه من المندوب الأممي أو من الجهات التي ترعى طبيعة إنهاء هذا التصارع السياسي الموجود داخل الساحة الليبية. نعم دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.